عليكم. احنا النهارده جايين نقضي يوم جميل في متحف الفن الاسلامي. تذكره بس مش هتكلفوا اكتر من 5 جنيه. هنشوف كل حاجه كانت بتخص العصور دي، من سلاح لملابس لكل حاجه كانوا بيستخدموها، وهنتنقل مع بعض من عصر لعصر نشوف فيه كل حاجه كانوا بيستخدموها في كل عصر. ده شكل العملات في العصور دي، في منها اللي مصنوع من الذهب واللي مصنوع من الفضه واللي مصنوع من النحاس. طبعا شكلهم شيك جدا وتحفه، يا ريتهم كانوا موجودين لحد دلوقتي. دي مجموعه نادره من السيوف، صنع نصالها من الصلب، والمقابض بتاعتها مصنوعه من الذهب والعاج. هنقرب مع بعض كده علشان نشوف السيوف بالظبط. اول سيف ده بتاع السلطان المملوكي قنصوة الغوري، والتاني واحد بتاع السلطان المملوكي تمام باي. احنا جايين النهارده علشان ده قميص المأمون. اولا ده القميص اللي كان موجود في فيلم الفيل الازرق اللي كان معمول عليه الضجه الكبيره دي. ايه بقى قصه القميص ده؟ كان بيتعمل مخصوص للحكام العباسيين عشان يحميهم من الجن والاعمال والحاجات دي. بقى عليه طلاسم وايات قرانيه زي ما احنا شايفين كده. اي حد كان بيلبس القميص ده كان بيموت مقتول، ولحد دلوقتي ما حدش يعرف القميص ده دخل مصر ازاي. ودلوقتي هنبدا نتنقل بين العصور في المتحف. كل حاجه موجوده هنا تحس فيها بالعظمه والفخر. لازم تجرب تيجي تزور المكان ده، هيوديك لزمن تاني خالص. اشوفكم بقى في فيديو جديد. سلام.